زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن خرج عن صمته داعيا مواطنيه للتصويت لصالح بقاء بلاده داخل الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المنتظر في 23 من حزيران يونيو المقبل. خلال خطابه الذي ألقاه في لندن يوم الخميس انتقد الاتحاد الأوروبي وقال: خلال سنوات أنا وغيري انتقدنا العديد من القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وما زلت أنتقد نواقصه، بدءا من فشله في المحاسبة الديمقراطية للمؤسسات الضاغطة بهدف خصخصة الخدمات العامة. لذا أوروبا تحتاج للتغيير، لكن هذا التغيير يمكن إتمامه فقط من خلال العمل داخل الاتحاد الأوروبي. رئيس الوزراء ديفيد كاميرون رحب بموقف معارضه كوربن، وقد بدأ حملة جديدة لإقناع مواطنيه للمشاركة بالاستفتاء وبالتصويت بنعم. هذه الحملة تقوم بالاتصال الهاتفي الشخصي. من جهته مصرف إنجلترا الذي هو المصرف المركزي للمملكة البريطانية أعلن أن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي سيسيء لنموها الاقتصادي.